من ما شاهدناه على ساحة العملية للاستثمار بالعراق أنه أيا كان يقدم أي دراسة جدوى يحصل على إعفاءات الامتياز امتيازات الاستثمار بقصد تفادي رسوم وضرائب الدولة. يعني ممكن اليوم أي محل تجاري يقدم إجازة استثمارية ويحصل على عفو، وهذا عرف ساد عند أهل الصناعة أنه أخذ إجازة من التنمية الصناعية اللي بها 7 سنوات إعفاء ضريبي، أما أخذ من الاستثمار اللي يمكن بيه 15 سنة، أنا ما أستذكر القانون هسه. وبالتالي أصبحت هي منافذ لتحقيق عمليات تجارية بسرعة وبأكثر مكاسب منحتها الدولة لغايات أخرى. الاستثمار فقد غاياته من غيبنا دور المصارف أنه تجي تتخذ دور القروض ودعم مثل ما قال الدكتور صباح أفكار المستثمرين. المستثمر ليس بالضرورة أن يكون صاحب أموال ضخمة يجذبها حتى ينشئ مشروع، هو صاحب رؤية، صاحب دراسة جدوى، صاحب مقومات إنشاء مشروع، وهذا دور البنوك كله بالعالم. دور المصارف بالعالم يكاد يكون بالعراق يكاد يكون مغيب نتيجة للواقع المالي بالعراق، وهذا معروف. أريد ندخل في مزاد العملة أو غيره بطريقة تحويل الدولار النفطي إلى الدينار، لكن هذا اللي واقع الحالي نعيشه. وبالتالي مصارف القطاع الخاص غيب دورها ليس نتيجة قصورها أم نتيجة السياسات المالية في البلاد يعني.